الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إنها كشفت نقطة ضعف في حسابات كردستان العراق لقيمة ما عليه من التزامات مادية بموجب موازنة عام 2021. وقالت عضوة اللجنة محاسن حمدون إن كردستان لم تسلم إيرادات النفط والمنافذ إلى بغداد، وإنما اعتمدت نظام الأقيام في تسديد الاستحقاقات، أي أنها تحسب حصتها على أساس موازنة عام 2020 وتسدد وفق الفرق بين موازنتها واستحقاقها الذي يصرف من قبل حكومة بغداد. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن وجود تزوير وشبهات فساد في العقد المبرم منذ عام 2017 لبناء 89 مدرسة في الأهوار جنوبي العراق. وقال مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي إن هناك صفقة فساد لبناء 89 مدرسة في البصرة وميسان والناصرية منذ عام 2017، والتي ما زالت لم يستكمل بناؤها، مضيفا أن المدير المفوض لشركة الزين محسن فاضل عبد الكريم لم يكن على علم بالعقد المبرم بين شركته والأمانة العامة لمجلس الوزراء. سجل مؤشر البورصة العراقية انخفاضا بنسبة بلغت 0.37% متوقفا عند 578 نقطة. وانخفض بموجب المؤشر أسهم 8 شركات وارتفعت أسهم 5 أخرى، فيما حافظت 22 شركة على أسعار أسهمها. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليار سهم بقيمة نحو 1.8 مليار دينار عراقي ل 360 صفقة شملت 35 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. ارتفعت بورصات دول الخليج جماعيا في ختام تعاملات الأحد، في وقت سجلت السعودية أعلى إغلاق يومي منذ كانون الثاني عام 2008، بينما سجلت أبوظبي مستوى قياسيا جديدا. هذا وارتفعت بورصة السعودية مع نمو مؤشرها الرئيس تاسي بنسبة 0.25% إلى 11351 نقطة، فيما زادت بورصة دبي بنسبة 0.04% إلى 2815 نقطة. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.12% إلى 10933 نقطة. وتصدر سهم استثمار القابضة الارتفاعات بنسبة 5%. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عن تراجع معدل البطالة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة طفيفة إلى 7.3% مقابل 7.4% في الربع الأول من العام الحالي. وقال جهاز الإحصاء إن سبب التراجع يعود لانخفاض كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، نظراً لاستمرار الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا. سجل الاقتصاد التونسي في الربع الثاني من العام 2021 نمواً بنسبة 16.2% بالمقارنة مع الربع الأول من سنة 2020. وبحساب التغيرات الثلاثية وفق معهد الإحصاء التونسي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال الربع الثاني من سنة 2020 بالمقارنة مع الربع الأول من هذه السنة، بعد أن سجل شبه استقرار في الربع الأول بنسبة 1.2%. ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 35.2% والنقل بنسبة 20.9% وقطاع البناء بنسبة 17.1%. ختام الموجز، إلى اللقاء.